النجم المصري تامر حسني يلتقي بطفلة The Voice Kids بعد 5 سنوات ويتفاجأ بتغير شكلها الكبير. لن تصدق كيف أصبحت. قام الفنان المصري تامر حسني بإحياء حفل في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي أقيم مساء يوم الخميس 11 نوفمبر على مسرح أبو بكر سالم، وحضره الآلاف من الجمهور السعودي. وقبل الحفل التقى تامر حسني الذي أحيا بالموهبة الغنائية الصاعدة زينب حسن، والتي شاركت في برنامج The Voice Kids. وشاركت هذه الأخيرة عبر موقعها بالتواصل الاجتماعي فيديو يجمعها بتامر حسني وهو يحتضنها ويعبر عن اشتياقه لها بعد مشاركتها في البرنامج عام 2016، وقدم سويا دويتو غنائيا على المسرح. يشار إلى أن زينب حسن شاركت في كليب الله شاهد الذي قدمه النجم تامر حسني، وذلك مع فريقه من الموسم الأول لبرنامج اكتشاف المواهب The Voice Kids. هذا وكانت زينب حسن نالت إعجاب لجنة التحكيم كاملة، وهم تامر حسني، كاظم الساهرة، ونانسي عجرم، ولكنها اختارت في النهاية فريق تامر حسني.